et à peine de 8% qu'on va bientôt vous rattraper. Workshop, des activités sportives, etc. Vraiment, que ce soit une source d'inspiration pour vous. جينا ان شاء الله باش نهضروا على الانجازات ديال المراه المغربيه خصوصا النساء اللي تساهموا في التغير والتغيير ديال بزاف ديال لي براتيك اللي كاينين عندنا في البلاد. فليا الشرف نتقاسم التجربه ديالي مع الناس مع المشاهدين ديالنا لاننا غادي نهضروا على واحد المجال اللي جديد في المغرب هو رياضات الدماغ خصوصا هذا المجال ديال القراءه السريعه والخرائط الذهنيه اللي المغرب تميز فيهم. هذه تقريبا واحد 3 سنين دونك شاركت انا في ليديسيون ديال 2021 الحمد لله تألقت على الصعيد العالمي دونك جيتي كلاسي 9ام بروميير اون افريكي في لا ريجون مينا ومن هذاك الوقت وحنا الحمد لله اون ميسيون. انا كحكمه فيدرالي اللي كنمثل العصبه ديال دار بيضاء الصاط اللي هي الجهه ديالنا جيت هنا باش نحفز وباش نشجع اللي كاينين عناصر شابه اللي خصها حتى هي تاخذ لينيسياتيف باش تمشي. يعني ما كاينش الخوف يعني ما كاينش فرق ما بين المراه وما بين الراجل. في الاول كنت متخوفه ولكن اين فوا دخلت صافي الحمد لله تادابطيت. هي خصك تفرضي راسك ضروري خصك تفرضي راسك خص يكون الاحترام خص يكون الثقه في النفس خص يكون الانضباط خص يكون يعني شحال من حاجه اللي كتحتم عليك باش انت توصلي. كيف كتعرفوا تكنوبارك هو حاضنه للمقاولات الناشئه وهو كيعطي الدعم والمواكبه للمقاولات وخصوصا تيشجع النساء انهم يعني يخلقوا المقاولات ديالهم. واليوم في هذه التظاهره غادي نسلطوا الضوء على نساء مغربيات لامعات في عده ميادين اللي دائما تنقولوا مهيمن عليها رجل ولكن اليوم عندنا نساء مغربيات يعني ما شاء الله كفاءات ومهارات في ميادين في التكنولوجيا في يعني في لو سبور كذلك في الثقافة. عندنا كذلك تمثيلية للمرأة في المجال القروي لأن النساء معروفات بواحد يعني بواحد الشجاعة وواحد الطموح ولازم يكون عندنا واحد التمثيلية ديال المغرب كامل. تنظموا كذلك سوق تضامني اللي يعني إعطاء فرصة للنساء اللي عندهم مقاولات أنهم يجيو ماشي غير يعني يقدموا المنتوجات ديالهم ولكن كنعطيوهم واحد فرصة أنهم يشاركوا في عدة ورشات ونعلمهم رقمنا.